احس حاليا قادرة افكر بصورة رهيبة شديد يعني، واخلي بالي من بيتي واخلي بالي من اي زور حواليني واكون مركزة يعني. فحقيقي السكر ده يعني خلاص يعني اعتقد انه تاني ما حرجع عليه، او هحاول تاني بس يعني بس لو لقيته برا اوكي، لكن انا ما اسعى له وده الحاصل حسي حاليا. طبعا تلقاكم بتقولوا ده شنو الكلام ده، ده جزء من فيديو يا جماعة انا ليه شهر بسجل لكم فيه، وهو عبارة عن تحدي انه وقفت سكر لمدة 30 يوم. لو انتم ما مشتركين في القناة شاركوا في القناة عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الفيديو. انا حوريكم الرحلة بتاعتي من يوم 1/6 لحد يوم 1/7. هسي حاليا الفيديو ده حوريكم فيه رد فعل صحباتي على اول مرة يشوفوا فيها بيتي، وده فيه جري كتير، خليكم متابعين. يعني لو لقيت زهر عامل لي حاجة يعني حتى ما بقدر اكل منها حتى، فما بقيت حاسة انه السكر جزء اساسي من حياتي، بالعكس بقى حاجة عادي. الحمد لله انه البازار حيكون بعد ما اخلص اليوم 30 يوم، لانه صراحة البازار الفود كورنر فيه فودر عشان كان نفسي اشارك بضواقة لكن ما لحقت التسجيل فراحت علي، لكن ما مشكلة مشاركة بديل كانت ماما. فالفيديو ده غالبا لما ينزل انا ما اعرف البازار حيكون قرب او باقي له كم يوم حاجه زي دي كده. انتوا لو ما متابعين على انستغرام تابعونا على انستغرام، لانه انا هناك بنزل كل التفاصيل بتاعت البازار وكده، وان شاء الله اشوفكم هناك كلكم يا رب، ونتلم على خير وسعاده وبس. يلا نشوف باقي الايام حيحصل فيها شنو. اول مره حتشوف يقين. الكركبه طبعا يا بنت بتصحي. امي اجل امي نعم. مهند ناقصه جنب. لا في بعدين شنو يعني؟ اهم حاجه راحتها. ما غير اصحى. واضح الكلام ده يا استاذ. لا معليش لا قومي قومي. والله انا عارفه ان احنا ناس مزعجين للغايه. انا عارفه. يا قونا ده هي لما تكون نايمه نايمه ما دايره كلام كثير يعني. انت عارفه ماما نظام ما تصحيني ما تصحيني اختيني. انا ما حفتكي. ولو هند بنتك مولوده حقاره. لا ما مولوده حقاره، مولوده بتحب نفسها. وماضي الناس اماضي للناس مشغوله. انت ماما ماضي وش يعني قاعده نظام ما حنتكلم. لو سمحت اقطع وشك مني. يلا هاجي بعد شوي حد يجي برضه حنشوف رد فعلك. علي والله انا حاعطيها اوعي تعض بنتي، والله العظيم اكلم لك مهند يجيك طاير بالطياره. اصلا شغال انا اصلا مهند عرفته عشان اهدي البيو واكلم بيو. حلفت. لو فكيته ما حد ضايق. لا عادي عادي بالنسبة له، لأنه أنا عادي قاعدة في الكلية. شوف التفاعل. عملت لها يدها كده، عملت لها يدها كده. صراحة كان يوم ظريف شديد. لو حابين تشوفوا الصور ممكن تشوفوها في الانستغرام. ده اليوم اللي بعده وكانوا بيرحلوا في التلاجة بتاعتي. خلاص يا جماعة اغلب العفش بتاع البيت اتباع او اوريدي الناس خلاص جو يستلموهم. وده تاني يوم كنت مشيت خدمات الجمهور، يا دوب كان الاحد. الكلام اللي حصل في الايام اللي فاتت دي كله كان في الخميس والجمعه والسبت، هسه حاليا ده يوم الاحد من الصباح صحينا عشان نمشي نعمل لياقين الرقم الوطني والجواز بتاع السفر وكل الورق بتاع زودي. كانت قاعده بدون اي حاجه، فالحمد لله توفقت الحمد لله وقدرت اعمل لها الاجراءات بتاعتها كلها وظبطت الحمد لله. بس باقي لنا الاستلام بتاع الجواز. دعواتكم يا جماعه انه نستلمه قريب عشان نتلم على ابونا سريع سريع يا رب. كنت محظوظة جدا بأنه ألاقي عدد منكم أثناء ما بعمل في الإجراءات بتاعة يقين. ما تتخيل كنت بكون مبسوطة شديد كيف لما واحد فيكم يلاقيني ويقول لي أنا متابعك ويقوم يسلم على يقين ويدعي لي أنه ربنا يسهل لي. حقيقي حقيقي دعواتكم دي عندي بالدنيا كلها. تضارب شديد في المشاعر يا جماعة. أنا الليلة صحيت الصباح زي ما شفتوا في الفيديو مشيت خدمات الجمهور. الحمد لله الحمد لله يا جماعة، حقيقي خدمات الجمهور دي أضبط حاجة حاصلة في السودان.
قدرت أخلص إجراءات الجواز بتاعت يقين. أي نعم كانت زحمة والشبكة تشطينا مرتين، لكن يعني مجرد ما الشبكة تجرى طوالي بيرجعوا بيشتغلوا. والله العظيم ناس بجد بجد رهيبين يا جماعة. الفطور ده بيكونوا قاعدين في ديسكاتهم بيفطروا، حتى بعد ذاك بيرجعوا يشتغلوا، يعني حتى ما بيمشوا بيفطروا مثلا في حتة بعيدة وبعد ذاك بيجوا. الواحد بتكون قاعد تبدعي له هنداك قاعد يفطر بياكل في فطوره، بيخلص فطوره وبعد ذاك بيراجع بيكمل لك شغلك. ولو الشبكة تشط بيكون بس قاعد حارس جهازه لحد ما الشبكة ترجع بعدك تاني برجع بيشتغل. فصراحة يعني من هنا التحية لأي زوج شغال في مجمع خدمات الجمهور. anyway ده ما موضوعنا حسي حاليا. الفكرة في انه خلاص يا جماعة دي اخر حرفيا لحظات لي مع غرفة نومي. لحظات قيمة جدا جدا. الزول حسي ضرب لي قال لي انه انا خلاص جايب النجار وجاي وخلاص حيشيلوا غرفتي. يا قلبي في تضارب مشاعر كتير. anyway ربنا يسهل الامور وحافقد حياة كثيره في البيت ده، لكن انا مبسوطه حاحكي لكم. ان الفيديو ده ما اعرف حينزل متين، لكن انا حسي قاعده اصور فيه مقاطع صغيره كده لحد ما يتم كله على بعضه، واوريكم بعد ذاك اي زول جه شال مني حاجه شاله ليه وشاله متين وكده، مش شاله من الثلاجه اللي حشيله منه الغرفه، وما اعرف الايام الجايه اللي حيحصل شنو. وربنا يسهل غايته. طبعا في ناس كتيرة بتسألني انه كيف قدرتي تتخلي عن حاجات انت اشتريتيها قطعة قطعة وحتة حتة بالسهولة دي. الموضوع ده ما سهل يا جماعة، لكن دي حاجة لابد منها ولازم تحصل، لانه ما في حاجة في الحياة بتقعد معانا الى الابد. وانا مبسوطة انه انا بدي الحاجات اللي عندي او الحاجات اللي انا اشتريتها فرصة تانية انها تعمل ذكريات لزول تاني معاي. دي هنا كانت الانوار وباقي الحاجات الموجودة في الغرفة اللي اديتها للزول. So this is the final look. انا يعني عايزة ابكي لكن انا ما عايزة ابكي من الزعل، عايزة ابكي من الفرح انه we made so much memories here. وبس ده كل اللي كنت حابة أقوله لكم في فيديو الليلة. أتمنى شديد إنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، لحد ما ألاقيكم في فيديو جديد ونسة جديدة وحاجات تانية أطيب. حخليكم مع آخر لحظات لي، وما تنسوا نتلاقى في البازار الأضخم والأرهب في السودان. مع السلامة.